التضامن النسوي مهم جدا ما بين النساء عامة في فكرة دعم قضاياهم بشكل عام وتواجدهم. وفي نفس الوقت ممكن نتكلم عن ازاي ده أثر على الصحفيات والمحاميات في كتير من الأحداث. لو تطرقنا مثلا لحدث زي الأربعاء الأسود وازاي انه كان في تضامن ما بين الصحفيات بعضهم وبعض ولجنة الحريات النقابية وعمل كتير من المجموعات النسوية ومنظمات المجتمع المدني على القضية ديت وصولا لفكرة ان يكون في حكم من المحكمة الأفريقية لصالح الصحفيات في حادث الأربعاء الأسود وانه ازاي أثر على الصحفيات مستقبليا. يعني دي كانت من الحاجات اللي بتبين قد ايه التضامن والتكاتف ما بين النساء والصحفيات في العمل على الشغل دوت مهم جدا في انه يؤدي لفكرة نتيجة مختلفة. وكمان انه ازاي انه مش فكرة بس انه الصحفيات او المحاميات بس يتضامنوا مع بعضهم عشان قضاياهم المتعلقة بعملهم سواء في مهنة الصحافة او في مهنة المحاماة، لكن كمان انه في دور على النسويات انهم يتضامنوا معاهم منظمات المجتمع المدني منظمات النسوية في فكرة الضغط على تحقيق المطالب دي. انا شايفة انه الاشكالية الكبرى بالنسبة للصحفيات والمحاميات هي عدم تواجدهم وتمثيلهم في مجالس النقابات المنتخبة سواء نقابة المحامين او نقابة الصحفيين. لو رجعنا مثلا نقابة الصحفيين انه كان في صحفيات مؤسسات للنقابة من البداية وفي الاخر هنلاقي نسب النساء الصحفيات في مجالس النقابة من بداية نشأتها حتى الآن هما 9 نساء فقط، 9 صحفيات فقط. في نفس الوقت مفيش نساء حاليا أو صحفيات ممثلات في مجلس النقابة، وبالتالي ده بيأثر على فكرة وجود قضايا النساء في المجالس النقابية المتعلقة بنقابة الصحفيين أو نقابة المحامين، وبالتالي سياسة مناهضة العنف داخل النقابات ديت. فضروري يكون في تمثيل بفكرة 30% من النساء ممثلات داخل مجالس النقابات ديت، وفي نفس الوقت يكون في آلية واستراتيجية محددة من النقابات قائمة على فكرة وجود لجنة دائمة لقضايا النوع في نقابة الصحفيين وفي نقابة المحامين، وكذلك الأمر لجنة لفكرة مناهضة العنف ازاي، وأن يكون في آلية واضحة واستراتيجية منهجية داخل النقابات ازاي يتم مناهضة العنف بفكرة انه يكون في حماية لخصوصية الناجيات وبياناتهم وغيرها سواء في نقابة المحامين او الصحفيين، ويكون في آلية فعلا لبروسيس التحقيق اللي تمشي ازاي، يعني اجراءات التحقيق في حالات العنف اللي بتحصل للمحاميات او الصحفيات سواء كان داخل مجالس النقابة او في المجال العام بالنسبة لهم. وفي دور تاني مهم جدا متعلق بفكرة انه المجلس القومي للمرأة ضروري يكون ليه دور في فكرة ابداء رأيه في القوانين المقترحة زي قانون تعديل المحاماة المطروح حاليا، وانه يطالب نقابة المحامين والمجلس وغيرها من الجهات بضرورة وضع النسبة المحددة اللي هي 30% وكيفية العمل عليها في مجالس النقابات المنتخبة حاليا او اللي هتنتخب في الفترات القادمة.